الجمعيه الحركه النسائيه ونطالب بتغيير شامل للمدونه. بالنسبه لنا كاتحاد شراكه القوات الشعبيه وكمنظمه نساء الاتحاديه تنعتبر على انه كل مطالب تترفع على الحركه النسائيه لتغيير مدونه الاسره ما يمكنش تلقى الطريق ديالها في التشريع وفي المصادقه وفي الاقرار دون ان يتم هناك تكتل حقيقي بين الجمعيات المجتمع المدني النسائيه ومنظمه نسائيه الحزبيه. علاش؟ لاننا احنا جربنا في لحظات كثيره اشتغلنا على ترافعات كل واحد فينا بطريقته باسلوبه وما قدرناش نوصلوا للغايه اللي وصلناها. ولكن الى رجعنا للمسار ديال انتقال من مدونه الاحوال الشخصيه الى مدونه الاسره، هذا التلاقي ما بين جمعيات المجتمع المدني اللي تتشتغل في المجال النسائي والمنظمات النسائيه الحزبيه دار تغيير كبير. مدونه الاسره اليوم خاصها تكتل حقوقي وسياسي يمكن يخلينا نوصلوا للتغيير اللي بغيناه، هو تغيير شامل مدونه الاسره. هذا التغيير اللي اصبح ضرورا بعد 18 سنه من اقرار هذه المدونه ومن بعد كل الاختلالات التي عرفها هذا الاقرار ومن بعد ما اصبحنا نرى على انه ما كاينش مشكل في المدونه غير ديال الولايه الشرعيه ولا تزويج القاصرات ولا النسب ولا اثبات البنوه ولا مشاكل مرتبطه بعقود الزواج ولا المرتبطه بالطلاق. كاينه مشاكل كبيره مرتبطه بمجموعه من الاجتهادات القانونيه اللي كانت اقل بكثير مما تحمله مدونه الاسره واقل بكثير مما اقره الدستور المغربي اللي اتفقوا عليه المغاربه في 2011. اذا نحن كمنظمات نسائيه حزبيه، كمنظمات نساء اتحاديات وكجمعيات ديال المجتمع المدني غادي نتكتلوا من اجل مراجعه شامله لمدونه الاسره حمايه للمجتمع. بدعوة من اتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحضر اليوم مجموعة من الجمعيات لتقديم رؤيتهم وتصورهم لتغيير شامل لمدونة الأسرة. تغيير يتضمن كل مقتضيات هذه المدونة بما فيها لغتها، بما فيها فلسفتها، بما فيها كل مضامين المدونة التي تتلائم مع المرأة ديال القرن 21 المغربية ويتلائم أيضا مع الأسرة المغربية والدور الذي تقوم به المرأة المغربية ولحل إشكالات كافة أفراد الأسرة بما في ذلك الزوج والزوجة والأقارب وكل الناس الذين تعنيهم مدونة الأسرة وخاصة الأطفال. بالنسبة لنا في اتحاد العمل النسائي ناضلنا منذ تقريبا 2014 أي بعد مرور 10 سنوات لتغيير كل هذه المدونة في التطبيق بتنظيم مناظرة حضرتها مختلف التنظيمات النسائية والحزبية والنقابية وأيضا خبراء في مجال علم الاجتماع وأيضا علم النفس والاقتصاد أيضا لأن المدونة أيضا تنظم حتى الحياة المالية للأسر. فبالتالي منذ ذلك الوقت ونحن نقف على العيوب والمشاكل التي لم تستطع هذه المدونة أن تحلها، ومنذ ذلك الوقت ونحن نفتح هذا النقاش مجددا، نفتحه تجاه الفاعلين، تجاه المعنيين من سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وأيضا قطاعات مختلفة، القطاعات الحكومية المعنية. فبالتالي الآن بعد مرور 18 سنة على دخول هذه المدونة في التطبيق تبينت العديد من العيوب، ليس فقط في التطبيق وهو كثير، ولكن أيضا في النص بنفسه، لأن التلفيق وعدم التجانس لا فيما يتعلق باللغة ولا أيضا بما يتعلق بالمرجعيات لم تحل مشكلة الأسرة المغربية، وآن الأوان لمراجعة شاملة لهذه المدونة الحكومات التي كانت جاءت بعد دستور 2011، لأن هذا الدستور عمليا أفرغ من مضامينه لا فقط ما يتعلق بمدونة الأسرة ولكن أيضا ما يتعلق بقانون مناهضة العنف، العديد من القوانين التي تهم المرأة والأسرة. هذا الدستور الذي جاء بالمساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق بما في ذلك الحقوق المدنية، وأيضا عاقب أو يعاقب أو يدعو لمعاقبة كل أشكال التمييز بما فيها التمييز بسبب الجنس أي ضد النساء، وأتى
آلية اللي مع كامل الأسف اللي حد الآن لم يتم تنصيبها آلية للتطبيق أو تنفيذ مقتضيات الفصل 19 من الدستور، مع كل هذا لا زالت هناك تراخي في استجابة لهذه المطالب. دائما تترك الأمور للمبادرة الملكية وما قام به الآن بمناسبة خطاب العرش. لذلك نتمنى أن تتم الاستجابة وبسرعة، ولكن في إطار تعديل شامل لهذه المدونة، بمعنى تجب مدونة ملائمة لهذا العصر وملائمة للمرأة هذا العصر وملائمة لأسرة هذا العصر. اليوم منظمة النساء الاتحاديات كتطرح موضوع الحركة النسائية ومطالب مراجعة المدونة في إطار الدينامية اللي كيعرفها موضوع مراجعة المدونة، على أساس أنها اليوم ربما نعتقد أنها تحتاج إلى مراجعة فعليا، بعد ما أن مجموعة الآراء تقيمها على أن استنفذت ربما مجموعة من الأدوار اللي قامت بها واللي اليوم كتحتاج مقتضياتها أنها تكون أكثر قابلية للإجابة على الحاجات ديال المجتمع. مجموعة فصول كتحتاج مراجعة، بل أننا نتصور أن التصور العام المدونة يحتاج إلى مراجعة من أجل صالح الأسرة، من أجل صالح المرأة والرجل والطفل بالأساس. لذلك فهذه المراجعة اليوم الحركة النسائية بطبيعتها دائما كانت سباقة لطرح المواضيع التي تحتاج إلى تأهيل من أجل مجتمع مساواة أفضل، كانت أكثر جرأة في طرح هذه العملية. واليوم كنحاولوا أننا نشوفوا مختلف الآراء التي تتقاطع معنا في هذا الباب من أجل بلورات مذكرة مطلبية متوازنة تجيب على هذه الحاجيات من أجل مصلحة الفضل الطفل، من أجل موقع متميز للرجل والمرأة على السواء، من أجل مجتمع عادل متضامن ومتوازن.